معاكم من جديد ومنتخب مصر. منتخب مصر هيلعب النهاردة الساعة 10 مساء النهاردة مباراة تاريخية كبيرة مع منتخب كرواتيا اللي مليان نجوم طبعا على رأسهم المشهور لوكا مودريتش في إطار نهائي النسخة الأولى من كأس العاصمة على ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. المباراة بين مصر وكرواتيا هي تاني مواجهة للفريقين تاريخيا. منتخب مصر نجح في الاختبار الأول زي ما شفنا تحت قيادة كابتن حسام حسن في الفوز على نيوزيلندا والتأهل إلى نهائي كأس عاصمة مصر. اتفرجت على الماتش؟ طبعا على الماتش. جون مصطفى محمد ضربة جزاء والمباراة والمنتخب كان مختلف. محمد امام والاصابة بتاعته امام عاشور واصابته. خليني اقول لك كمان المنتخب كرواتيا فاز بركلات الترجيح على منتخب تونس الشقيق اللي هيقابل منتخب نيوزيلندا النهارده، وبنتمنى طبعا ان احنا نشوف يوم جميل خاصة ان هيكون في احتفالية كمان بيحييها الفنان الجميل تامر حسني. هنتكلم بقى عن التفاصيل وعن التوقعات بخصوص المباراة مع الناقد الرياضي بجريدة البوابة نيوز الاستاذ سعد صديق اللي منورني بصباح البلد. يا صباح الفل يا استاذ سعد، منورنا النهارده. صباح الفل على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. السؤال الاول واللي دايما على طول لازم نساله، ايه توقعاتك للمباراه النهارده؟ هو طبعا المباراه صعبه جدا تاريخيا، طبعا فريق كرواتيا اقوى وافضل، لكن منتخب مصر بيملك الحماس والدفع القويه لحسام حسن. حسام حسن من المدربين، لسه بنتكلم مع حضراتكم، من المدربين الوطنيين اللي بيعرف يحفز اللعيبه، بيعرف يجهزهم، بيعرف يلعب. يعني ممكن احنا 11 لاعب ممكن يوصلهم ان هم ينزلوا ياكلوا النجيله زي ما بيقولوا. الكوره طبعا طول ما انت بتادي برجوله وبقوه، ما فيش منتخب كبير ومنتخب صغير، ادي برجوله وبقوه، وده اللي هيملكه لحسام حسن وجهازه بيلعبوا عليه، الروح والروح القتاليه. وهو كمان عايز يبدا مسيرته بتحقيق بطوله. الدوافع كبيره جدا لحسام ولجهازه وللاعيبه ان هم يفوزوا على المنتخب الكبير. في كمان عامل الايجابي ان في جمهور كتير هيحضر، مش اقل من 30,000 متفرج، ده هيدي حافز قوي. ساعه الاستاد حوالي 94,000، هي مكاسب كبيره جدا من البطوله واقامه البطوله في مصر. متوقع ان شاء الله تبقى مباراه قويه، وحظوظ مصر ان شاء الله تبقى اقوى ونفوز بالبطوله. طب عاوزين نعرف تقييم حضرتك بقى المبدئي كده لاداره حسام حسن لمباراه نيوزيلندا. هو حسام طبعا زي ما قلنا هو خد اللي هو عايزه من المباراه، كان بيلعب بتحفز، الراجل مش عايز يخسر اول مباراه في افتتاح كمان استاد العاصمه، عايز يحقق نتيجه ايجابيه. حتى ابراهيم اخوه قال مدير المنتخب قال ان احنا كان يهمنا الفوز، كان يهمنا نأدي بشكل كويس، وده اللي حصل. الاداء طبعا بنسبه لا، حسام نجح وجهازه اول نتيجه، ده في اول ملعب يعني واول مباراه اللي تحت قيادتهم بشكل رسمي وفاز بيها. هم بيحبوا كمان الارقام القياسيه، فهو لا يعتبر نجح في الاختبار وهينجح اكتر لو فاز بالبطوله، تبقى دفعه قويه جدا لحسام وللجهاز ولباقي اللعيبه. على ذكر الارقام القياسيه زي ما حضرتك قلت، انا عايز اسال سؤال يعني هو بره الاطار شويه، هو اشمعنى حسام حسن هو اللي معمول عليه اللغط الكبير ده؟ يعني على مدار مثلا اخر 5 مدربين فنيين، في منهم كانوا 2 منتخبين وطن، حسام البدري وايهاب جلال، ما سمعناش وما شفناش كل اللي بيحصل ده معاهم زي ما حصل مع حسام حسن وابراهيم حسن تحديدا. الكل مترقب والكل منتظر، اشمعنى بقى حسام حسن؟ والله هو سؤال مهم وقليل قوي اللي بيناقش الموضوع ده بحرفيه في الاعلام. حسام حسن لا نختلف عليه كلاعب وكمدرب ومسيره كرويه هائله، ولكن بيؤخذ على حسام او التوأم مع بعض ان هم منفعلين شويه، ان هم عندهم حماس زياده، ده ممكن يعمل بعض القلق. حسام حسن لو سيطر، هو اعتقد ان هو الفتره الاخيره بقى هادي، حتى بصوته بقى هادي، غير كتير، غيره رهيبه كده على بلده، غيره فهو لا، هو الفتره الاخيره بدا يهدى وتصريحاته كمان بدا يبقى هو عارف بيقول ايه، مش اي حاجه بتتقال. كل ده كان الاول الناس بس طلع في التصريحات وفي اللقاءات من غير ابراهيم، تعرف ايه السبب؟ لا ما اعرفش ليه السبب، بس هم موزعين ادوارهم، هم موزعين ادوارهم ولكن هو لما بيتكلم في الامور الفنيه بيطلع حسام، لما بيتكلم في الامور الاداريه او بيطلع كابتن ابراهيم بصفته ان هو مدير المنتخب. حسام لو هدي، واعتقد ان هو ده اللي هو شغال عليه، هيبقى من انجح المدربين. مين اللاعب بقى اللي انت شايفه في المباراه عندنا يقدر يوقف مودريتش؟ احنا عندنا منتخب قوي، عندنا خط نص هيبقى هيقدر، ما تقلقيش على المنتخب عندنا. هو طبعا لعيب كبير ولعيب، لكن حسام حسن مذاكر جدا المنتخب وقادر طبعا وقف خطوره لعيبه كرواتيا، كلهم لعيبه زي ما بيقولوا، كلهم اسماء كبيره، عندنا لعيبه من الاهلي يعني في ستة من قوام المنتخب تقريبا لعبوا، مش عايزين نلعب اهلي وزمالك. هو طبعا المنتخب يعتبر قوام اكتر من 90% من الاهلي،
ولكن هي مهمة قومية بيلعبوا باسم مصر، وإن شاء الله بإذن الله نقدر نفوز ونتغلب على المنتخب القوي اللي عندنا. لكن ما فيش اسم يعني معين حضرتك تقدر تقول لا ده اللاعب ده في نفس مستوى مثلا احنا عندنا مش هنقول نفس المستوى. الراجل ده بيقول كلام خطير على فكره. لا لوكا مودريتش هو لعيب كبير طبعا، وان شاء الله باذن الله نلعب بشكل جماعي وباداء برضه تكتيكي وبشكل برضه ما نهاجمش بكثافه. احنا برضه عندنا خط النص من اهم عندنا 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 بقول لحضرتك المنتخب التشكيل يعتبر تشكيل اساسي الفتره اللي مش هيغير بعد طبعا اصابه امام عاشور، هيبقى في حمدي فتحي بس اللي ممكن يدخل بمكان امام عاشور، والتشكيل كما هو ثابت يعني.